صباح الخير اللي عندهم صباح، ومساء الخير اللي عندهم مساء، وإن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وهذا الفال ديالكم للأسبوع الثاني من شهر 11، إن شاء الله يكون فالكم فال خير، إن شاء الله فالكم يكون إيجابي. وغادي نشوفوا الفال ديال صاحبة البشرة البيضاء لهذا الأسبوع الثاني. هذه انتي يا صاحبة البشرة البيضاء، وهذا الحظ ديالك، كنتي متزوجة، مطلقة، أرملة، عازبة، كان عندك حبيب أو ما كانش عندك حبيب. الفال للأسبوع الثاني من شهر 11. هذا قلبك تخمام كي آتيك الله، قلبك تخمام كي آتيك الله، قلبك تخمام كي آتيك الله. قلبك على فلوس أو حاجة مادية كبيرة، كتفكري هنا في الرجوع، ممكن كتفكري في الرجوع ديال شي حاجة مادية، أو ممكن الرجوع ديال شخص. ويأتيك الله بحياة عاطفية أو حياة زوجية غادي تكوني مشغولة بها في هذا الأسبوع هذا، فاللي غادي يكون همك واللي غادي يكون مأثر عليك أكثر هو الحياة العاطفية. كنشوف اللي عندها الاسمر باغي يدير تغييرات، عنده نجاح في العمل ديالو، الا كان عنده شي حاجه في اداره او في محكمه او في عمل فعنده نصره، عنده نجاح، عنده علام الفرح. وعندك كذلك فرحه مع هذا السيد الاسمر، ممكن يكون خطوبه، المهم هي فرحه، عندك حاجه زوينه، حاجه جيده مع هذا الاسمر رغم العين والحسد اللي تبعكم، يعني انتما محسودين والعين تبعكم. اللي عندها الاسمر سواء كان حبيب او كان زوج، فقلنا الاسمر عنده تغييرات الى الاحسن، عنده نجاحات، عنده انتصارات، عنده فرح في كل ما يخص الاداره او العمل او المحكمه، او حتى الا كان هذا الاسمر هذا باغي يشري دار او محل او ارض او يدير شركه، فالامور جد جد ممتازه عند هذا الاسمر هذا. وكنقول لك راه تبعكم العين والحسد انتم اللي عندكم هذا الاسمر. وكذلك كنشوف اللي عندها الابيض، عندكم حاجه ثقيله مع هذا الابيض، حاجه اللي هي ماديه، فرحه كبيره عاطفيه مع الابيض، اموال مع هذا الابيض، ارزاق، هدايا، اشياء رائعه وممتازه مع الابيض. كنشوفكم عاطفيا رائع جدا هذا الاسبوع. وكنشوف البعض فيكم يا البيضات اللي غادي يدخل بينك وبين هذا الابيض هذا رجل ثاني، فهذا الرجل الثاني كانه باغي يهضر لك على هذا الابيض بالسوء، او باغي ياخذك من هذا الابيض، فانتبهي. الابيض راه مزيان، راه كيفكر فيك، واخا كانت عنده علاقه او كان كيهضر مع مراه اخرى فهو مازال غادي يرجع لك، ونيته غادي تكون صافيه، فانتبهي. هذا السيد هذا اللي داخل في حياتك هذا الاسبوع، ويقدر تكوني متردده تقولي واش نجلس مع الحنطي او نمشي مع الابيض، فخليك مع الابيض، رغم ان هذا الابيض ممكن تكون عنده زوجه اخرى او تكون عنده علاقه ثلاثيه، فراه عندك معاه الخير وكيشوف لك بالخير، وبينك وبينه هديه، وبينك وبينه فلوس، ومعاه حياه عاطفيه جيده. وهذا الحنطي داخل في حياتك باغي كانه ياخذك او كيهضر لك عليه بالسوء، فكانه جا بيناتكم، يعني هذه انتي وهذا الابيض وهذا الشخص اللي باغي يفرق بيناتكم، فما تسمعيش لهذا الحنطي هذا اللي كتنتظر رجوع من الابيض. فالابيض راه كاين رجوع وكاين مصالحه، ومازال كاين اتصال هاتفي، واخا دخلت بيناتكم هاد السيده هذه، ولكن قريبا غادي تخرج من الحياه ديالو. هي كتحسدك على الحياه ديالك، او كاين اللي عندها هذه كيعجبها هذا الابيض وباغا دير له طاقه ديال الجلب وتجلبه، ولكن يعني ما غاديش يتزوجها، او ما غاديش تكون بيناتهم شي علاقه اللي هي رسميه، وحتى الا كانت الزوجه ديالو هذه فما كاينش بيناتهم شي حب، وغادي يرجع لك انت وغادي يهضر معك انت.
وقلنا اللي عندها الحنطي راه كاين بيناتكم هضره وكلام، وكنشوف هذا الحنطي هذا غادي يكون شويه متدمر، غادي يكون مغير، واخا كيفكر فيك على نجوم الليل كنشوفه مريض او عيان او عنده مشاكل او غادي يهضر لك بخصوص مشاكل، ولكن اللقاءات راه غادي يكونوا عندك والاتصالات غادي يكونوا عندك مع هذا الحنطي، يعني ممكن انكم تكونوا كتلاقاو بزاف او غادي تبقاو تشوفوا بزاف انت وهذا الحنطي، وحتى الا كان هذا الزوج ديالك فغادي تكون عنده مشاكل، غادي يكون عنده هموم، كيفكر بزاف ديال المسائل، غادي يكون معاك في البيت، غادي تكون هضره وكلام، ولكني ماشي انت اللي غادي تكوني المشكله، هو اللي غادي يكون عنده مشاكل وتفكيرات كثيره وتفكير في المسؤوليه وفي البيت وفي المستقبل. هذا الاسبوع هذا عنده تفكير كثير. بالنسبه للبلوكات اللي كانوا عندك من ناحيه الحدود، فالبلوكات زائحه، السحر زائح، يعني راه زايل هذا السحر وهذا العراقيل اللي كانت كتبلوكيك هاد الايام الفايته، فالحدود غادي يعني ما عندكش حدود وما غاديش تكون عندك بلوكات، يعني الامور صافيه، البلوكات اللي كانوا زاحوا. ولكن بالنسبه للي عندها الاسمر هي اللي عندها العين والحسد. بالنسبه للعتبه فكنشوفها زهره عندكم، يعني الامور اللي خاصه بالبيت كلها الامور تمام، الامور مزيانه، حتى مع الزوج ديالك في الدار غادي تكوني مزيانه، مع الابناء، مع الاهل ديالك، حتى اللي ساكنه بوحدها في بيت فغادي تكوني زاهره والنفسيه ديالك غادي تكون مرتاحه جدا. كنشوف كذلك غادي يكون عندك خروجات وتحركات كثيره مع بنت او سيده، فغادي تكونوا كتخرجوا بزاف وكتحركي انت وياها بزاف، يمكن باغيين ديروا شغل او باغيين ديروا مشتريات، فالحركه انت وهاد السيده في هذا الاسبوع كثيره جدا. فهذا مجال الفال ديالك يا البيضاء، غادي نعاودها لك بسرعه. فقلنا قلبك على حاجه ثقيله او على فلوس، وكانك خايفه انك تغدري بخصوص هذه المساله هذه، وراهي لا عندك شي حقوق راها مازال غادي ترجع لك، الا كانت عندك حقوق ماديه فراها مازال غادي ترجع لك. وكنقول اللي عندها الاسمر فهاد الاسمر عنده اشياء رائعه هذا الاسبوع، نجاحات، فرحة، انتصارات، تغييرات إلى الأحسن، سواء كان عمل، محكمة، إدارة أو شراء عقار. قلنا بالنسبة اللي عندها الأبيض فعندك حياة عاطفية مع هذا الأبيض رائعة جدا، عندك معاه هدايا، عندك فلوس، عندك حياة زوجية رائعة أو حياة عاطفية مع الحبيب ديالك ممتازة جدا. اللي كتنتظر الرجوع من الأبيض فهو راه كيفكر، كنقول كيفكر في الرجوع وغادي يتصل بك في هذا الأسبوع هذا، واخا كنشوف هذا الأبيض ممكن يكون عنده زوجة في حياته أو عنده طرف ثالث، ولكن الحب ليك انت اللي كيبغي أكثر، ومازال غادي تخرج هذه السيدة من حياته. وكنشوف غادي يدخل بيناتكم رجل حنطي، ممكن يبغي ياخدك منه أو يقول لك عليه حاجات حتى أنك تكرهي هذا الأبيض هذا. واللي عندها الحنطي فكنقول لك راه كيبغيك وكيشوف لك، وغادي تكون هضرة وكلام وخروجات ولقاءات مباشرة سواء كان حبيب أو كان زوج. عنده هموم كثيرة ومشكل، وكيفكر بزاف في المسؤولية في البيت في المستقبل، فهذا الشيء شاغلو هذا الاسبوع، هو اللي غادي يكون يعني مشكل، هو اللي غادي يكون عنده تفكير في هذه المسائل، انت الامور هانيه عندك. وكنقول كذلك اللي كانوا عندها بلوكات او مشاكل حتى صحيه او مشاكل اداريه او بلوكات، فهذوك البلوكات غادي يمشيو، ما كنشوفش عندك شي حدود واو، ولكن الامور المعرقله اللي كانت عندك سابقا ما غاديش تبقى. فهذا كان الفال ديالك بصفه عامه يا البيضاء الاسبوع الثاني من شهر 11، وغادي نشوفوا الفال ديال الحنطيه. انتي الحنطيه هذا الاسبوع غادي تكوني كتخبي بزاف، يعني كتهربي من الناس بزاف، ما عرفتش يمكن يكون الناس كتسالك فلوس لبعض فيكم او ما باغياش تلاقي مع ناس، المهم غادي تكوني كتخباي بزاف. فهادي انتي يا الحنطيه وهذا الحظ ديالك، ان شاء الله فالك فال خير وفال ايجابي. كنتي متزوجه، ارمله، مطلقه، عازبه، كان عندك حبيب او ما كانش عندك حبيب، هذا الفال الحنطيه للاسبوع الثاني من شهر 11. هذا قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله.
هنا قلبك على الطاقة الروحانية. يمكن انتي كتفكري ديري طاقة روحانية او كتقولي واش انا عندي سحر، واش انا عندي عكوسات، كتسني خبر مهم وغادي يكون عندك شراء ديال شيء ثمين هذا الاسبوع هذا. عندك اوراق بخصوص حياتك الزوجيه، او انت اللي ما يعني عندك حبيب ما متزوجاش، كتنتظروا اوراق من البلاد البعيده، خاصه يمكن مع الخطيب ديالك او خاصه مع الحبيب او مع الزوج. فهاد الاوراق اللي كتنتظروها من المدينه البعيده او البلاد البعيده راه غادي تحصلوا عليها وجايه لكم في هذا الاسبوع هذا، لان كنشوف هنا حياه الزوجيه او حياه العاطفيه جاياكم اوراق وبالزهر وبالحظ من المدينه البعيده او من البلاد البعيده، راها راجعه لكم. او غادي يجي يعني شي حد من مصلحه حكوميه غادي يجي لعندكم حتى للدار باش غادي يعطيكم هاد الورقه هادي. وكنشوفك انت يا الحنطيه في العتبه ديالك، يعني العتبه ديالك زهره ومحظوظه في العتبه، يعني العتبه ديالك رائعه جدا. كنشوف عندك هنا مناسبه ساره، ولكني كنشوف كتفكري يعني سلبي، ولكن راها عندك مناسبه، ممكن عيد ميلاد، ممكن غادي ديري عزومه في البيت ديالك، وممكن غادي تتعرضي في هذا الاسبوع هذا. وكنشوف هنا الحنطي اللي عندها الحنطي، فالحنطي كيشوف لك ولكن انت غادي تكوني غضبانه عليه ورد عليه بالظهر. هذا الحنطي بقلبه كيشوف لك وباغيك، ولكن انت ما عطيهش وقت وما عطيهش اهميه وعطيه بالظهر. وكنشوفه هو كيفكر في الحاجه الثقيله، في الفلوس، في حاجه ماديه كبيره راه غادي يحصل عليها هذا الحنطي هذا، كان زوج او كان حبيب. بالنسبه للابيض وكذلك كنشوف كالحنطيه رد عليه بالظهر، هو كيشوف لك وكيشوف العتبه وكيفكر فيك على نجوم الليل. وهذا الابيض راهو باغي الدراري او كيبغي الاطفال ديالو، او هو باغيك تحملي منه هذا الابيض هذا. الامور جيده عندك يا الحنطيه، انت اللي تفكيرك سلبي، انت اللي عاطيه للكل بالظهر، لا للحنطي ولا للابيض ولا حتى للاسمر. فحتى الاسمر انت عاطيه بالظهر، فحتى هو عاطيك بالظهر ومفقوس وما عجبوش حال، هو كيبغيك وكاين الحب، ولكن هاد الاعمال اللي كديري وهاد التصرفات ديالك ما كيعجبوش. هو بقلبه طايح لك في العتبه وطايح في الزهر ديالك وكيموت عليك هاد السمر هذا، وحتى هو باغي اطفال او باغيك تحملي منه هاد الاسمر هذا. سواء هنا قلنا انت الحنطيه، كنشوف لا كان حنطي لا كان اسمر لا كان ابيض، فانت رده بالظهر وما كتعرفيش تصرفي وما كيهمكش. هنا كيهمك غير الاهل ديالك وكيهمك الصديقات ديالك وكيهمك المناسبات والعراضات، هذا الشيء اللي غادي تفكري فيه هذا الاسبوع. اما انك تعطي وقت للحبيب او الزوج فكنشوف هذا الشيء ما كاينش. الحب من لا من الابيض ولا من الحنطي ولا من الاسمر، الحب كاين كيشوفوا لك، ولكن انت رد بالظهر على الكل. كنشوف هنا عندك اشياء في العمل مع امرأة سمراء غادي تكون اشياء ايجابيه، فانت العامله او الموظفه عندك اشياء مع مرأة معاك في الوظيفة او في العمل غادي تفرحي عليها، او غادي تاخدي من عندها فلوس، او كديروا شي حاجة باش تجمعوا فلوس. المهم شي حاجة غادي تهضري معاها بخصوص فلوس، والامور غادي تكون ايجابية بخصوص العمل ديالكم. حتى الا كانت عندك شراكة مع مرأة اخرى فالامور جيدة جدا، والامور ديالكم الحنطيات رائع، كل شيء تمام، العتبة زوينة. ولكن من ناحية العاطفية انت هاد الاسبوع ما عطياش قيمة للزوج ولا للحبيب. فكنعاودها لك هنا، الحنطي بقلبه كيشوف لك رد عليه انت بالظهر، هو كيفكر يشري مثلا دار او سياره او ارزاق داخله له هذا الاسبوع كثيره جدا، يعني هو طموح من الناحيه الماديه. الابيض وكذلك بقلبه كيشوف لك وكيشوف العتبه وكيشوف يعني الامور يعني بنيه صافيه. وهذا الابيض هذا راه كيفكر في الابناء ديالو ولا باغي انك تحملي منه. وبالنسبه للاسمر
ما عجبوش الحال كيما رد انت عليه بالظهر، هو رد عليك بالظهر ومغير وما عجبوش الحال وراه كيبغيك، ويلا بقيتي كتصرفي هذا التصرف معاه وما عطيهاش الحقوق ديالو عطيها بالظهر، غادي يمشي يشوف مرأة اخرى، واخا هو راه كيبغيك وبقلبه كيبغيك وبقلبه على العتبه وبقلبه في ظهرك والاستمراريه كاينه معاه، ولكن لانك ما كتهتميش به غادي يمشي يشوف مرأة أخرى. وقلنا بأن راه غادي تجيك ورقة حتى للعتبة، هاد الورقة هادي غادي تظهري عليها، ممكن يجيبها لك رجل من إدارة حكومية، أو هاد الورقة غادي تجيك من البلاد البعيدة أو من المدينة البعيدة، وكنتي كتنتظريها انتي والزوج ديالك أو انتي والحبيب أو انتي والخطيب ديالك. فهذا ما قال الفال ديالك لهذا الأسبوع يا الحنطية. وجلسي أعطيها يعني اهتمي بالاهل اكثر واهتمي بالصديقات اكثر وخلي حياتك انتي، فانتي وخاطرك بغيتي تعيشي حياتك عيشيها، بغيتي تعيشي الحياه الناس الاخرين وديري لهم الخاطر، فهذا كيبقى شغلك. غادي نشوفوا السمراء والحظ ديالها في الاسبوع الثاني من شهر 11، فهادي انت يا السمراء وهذا الحظ ديالك للاسبوع الثاني من شهر 11، ان شاء الله فالك فالخير وفالايجابي. كنت متزوجه مطلقه ارمله عازبه، كان عندك حبيب او ما كانش عندك حبيب، هذا الفال ليك. هذا قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك على الرجل الابيض كما قلبك عليه حتى هو قلبو عليك. شويه غادي تكوني مغيره وما عجبك حال ومهمومه، ياتيك الله باعتبار اما غادي تشري دار او غادي تغيري البيت ديالك او غادي تكوني ضيفه عند شي حد هذا الاسبوع هذا. كنقول للسمراء انتبهي شي شويه من الغدر من الناحيه العاطفيه، ف كنشوف البعض فيكم غادي تكون كتصرف على الحبيب ديالها او على الزوج ديالها اكثر من اللزوم، فلا شوفي نفسك. عندك اتصال من الوجه الغايب، يعني شي حد غاب مده طويله راه غادي يتصل بك وغادي يهضر لك بخصوص فلوس او بخصوص رزقه كبيره. كنشوف غادي يكون عندك تغيير عتبه او سفر الى مسافه قصيره. اذا كنتي كتسالي على السحر فالسحر راهو خارج هذا الاسبوع، ما كاينش شي تاثير سلبي على عليك من ناحيه ديال الاسحار وهذه، ولكن كيقول لك الفال هنا انتبهي لانك راكي كتعطي للرجل اكثر مما يستحق، يعني كتعطيه فلوس وكتساعديه وما كتخليهش يقوم بالاعمال ديالو كرجل، فكتديري الاعمال ديالك وكتديري حتى الاعمال ديال الرجل. وقلنا غادي يجيك اتصال هاتفي من الوجه الغايب وغادي تهضروا بخصوص فلوس او بخصوص حاجه ماديه كبيره. كنشوف غادي تفرحي كذلك على شراء شيء ثمين، غادي تفرحي عليه، عندك علامه الفرح على ظهرك من الناحيه الماديه، الامور جيده، غادي يكون عندك شراء ديال شيء انت كنتي كتحلمي به. نشوفوا بالنسبه للاحبه، فكنشوف هنا الحنطي راهو كيشوف فيك وطيح في ظهرك، ولكن هو معصب، عنده مشاكل، مغير، وهاد المشاكل اللي عنده غادي تاثر على العلاقه ديالك بينك وبينه، فقلبه تفكيره غادي يكون بعيد عليك، يعني ما غادش يعطيك الخاطر، ما غادش يعطيك الحب والحنان، واخا هو راه كاين في ظهرك مستمر معك، ولكن عنده مشاكل وغيار، وهاد الشيء غادي ياثر على العلاقه ديالك معاه، وما غادش يكون الغراميات والحب والاتصالات وهادشي وهادشي. بالنسبه للاسمر، فالاسمر كيشوف لك انت رد عليه بالظهر وهو حتى هو مغير وكيفكر فيك بالليل، فإلا بقيتي هكا وما كتاخديش وتعطي يعني معاه في الكلام وتقولي له شنو بغيتي وتكوني صريحه وتحطي النقط على الحروف، فراه ما فاهمكش هذا الاسمر، هذا كي كيبان هنا في الكارطه ما فاهمكش، كيعيا ما يقرب لك انت يا منفخه، ما كتعطيهش الراس من الرجلين، فما فاهمش شنو بغيتي. فإلا ما كنتيش معاه صريحه وقلتي ليه واش انت كتبغيه ولا ما كتبغيهش وتعبري على شنو باغيه انت، فراه غادي يفكر في الفراق وفي الطلاق، واخا هو ما باغيش هادشي لانك انت ما عطياش راس الخيط، ما عارفكش، هكا كيبان هاد الاسبوع هذا. هو كيشوف العتبه، كيشوف الدار،
باغي يكون معاك في الدار، باغي يتجمع معاك، باغي الهضره والكلام، ولكن انتي ما عطياش وقت نهائيا. وغادي تكوني انتي السمراء المتزوجه، كتهتمي بالاطفال ديالك بزاف بزاف، وهامله الزوج ديالك هذا الاسبوع هذا. وبالنسبه للابيض وكذلك، الابيض كنشوفو حتى هو بقلبه رد عليك بالظهر، يعني غادي يكون مشغول هذا الابيض، وعنده اخبار كينتظرها من البلاد البعيده، وممكن هذا الابيض يكون عنده هضره وكلام مع مراه اجنبيه او مراه في البلاد البعيده. وكاين فيكم يا السمرات اللي عندها الحبيب او الزوج يطمع في الهجره، وكيهضر مع شي سيده باش انها تسهل له الخروج من البلد، فيمكن هذه جات رساله لبعض فيكم. هكا جاء الفال ديالك يا السمراء لهذا الاسبوع، فكنعاودها لك فكنقول لك يا السمراء انتبهي، ما تبقاي تصرفي على الرجل وتعطيه وديري المهام ديال الرجل، فخليك انت مهامك كامراه، ديري المهام كزوجه كامراه كحبيبه، وخلي الامور ديال الرجل يديرها، لان راكي غادي تحسي من بعد بانك تشمتي، بانك تغدرتي، بانك تدارت بك. غادي نشوفك السمراء هذا الاسبوع كتهتمي كثيرا بالابناء ديالك، وكتهملي الزوج او الحبيب ديالك. كنشوف عندك حاجه ماديه غادي تشريها وغادي تفرحي عليها فرحه كبيره، او غادي تحصلي على مبلغ مالي اللي هو كبير وغادي تفرحي عليه فرحه كبيره. كنشوف في الاعتبار عندك تحركات او تغيير عتبه او سفر الى مكان قريب، خصوصا في النهايه ديال الاسبوع. اللي عندها الحنطي راهو مستمر معاك، ولكن اللي غادي يكون معصب ومغير وعنده مشاكل، وغادي تبان العصبيه ديالو معاك، وغادي يكون رد عليك بقلبه وعقله، يعني ما كاينش ديك الهضره ديال الحب والغراميات شويه هذا الاسبوع فطور. بالنسبه اللي عندها الابيض وكذلك، رد عليك بالظهر، يعني رد عليك بالظهر، وكيفكر في السفر او كيفكر في الهجره، وراه ممكن يكون كيهضر مع امراه اجنبيه او هي امراه في البلاد البعيده، وكيفكر في الهجره هذا السيد او في السفر. بالنسبه للاسمر كنشوفو تابعك انت، ما عطياهش وقت لهذا الاسمر هذا، باغي يتفاهم معك، باغي يلقى حلول، باغيك تعبري على الاشياء اللي بغيتيها انت، ما مفهومه ليهش هذا الاسبوع، ما قادرش يفهمك. فهاد التصرف ديالك غادي يخليه يفكر في الفراق او في الطلاق، واخا يكون كيبغيك، فانتبهي لهذا الاسمر هذا. فكان هذا الفال ديالك، وقلنا الا كنتي كتسالي على السحر فالسحر راهو خارج. فكنتمنى لكم اسبوع سعيد وجيد مليء بالافراح والمسرات وتحقيق الاهداف ديالكم. نخليكم على خير، وباي باي، كنبغيكم، باي.